الرضا. هل ستتناول هذا الكم الكبير من الأدوية؟ نعم. إذن لماذا أراك مبتسماً وكأنك ستتناول حلوى؟ على المؤمن أن يرضى بما قسمه الله له. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، وكل شيء عملنا جزينا به. فقال: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك الآواء؟ قال: قلت بلى. قال: هو ما تجزون به. وما دليل ذلك؟ عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فالعقوبة في الدنيا هي الابتلاء بالمكاره كالمرض والفقر ونحوهما، وأمسك عنه بذنبه أي أخر عنه ما يستحقه من العقوبة، ويوافي به أي يأتي به يوم القيامة، ومن ضر أصابه أي من الضرر الدنيوي كالمرض والفقر ونحوهما. ومن هو الراوي؟ هو الصحابي الجليل أنس بن مالك بن النضر الأنصاري أبو حمزة، كناه بذلك النبي، وأمه أم سليم بنت ملحان، صحب النبي أتم الصحبة ولازمه أكمل الملازمة، وخدمه 10 سنين مدة مقامه بالمدينة منذ هاجر إلى أن مات. دعا له النبي فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. شهد بدرا وما قاتل لصغره، بل بقي في رحال الجيش يخدم النبي، وشهد الحديبية وعمرتها والحج والفتح وحنينا والطائف وخيبر. ما زحه النبي فقال له: يا ذا الأذنين، وناداه فقال: يا بني. وولاه أبو بكر صدقات البحرين. مات رضي الله عنه 93 بالبصرة، وهو ابن 107. هل يمكنك أن توضح لي معاني الحديث وإرشاداته؟ بالتأكيد، المصائب تعرض للإنسان في الدنيا، فحياته فيها فرح وحزن، فصفوها لا يدوم، والأمل فيها منقطع، والأجل فيها محتوم. ومن المصائب التي تعرض للإنسان في الدنيا الفقر والخوف وموت الأحباب والمرض. والمؤمن حين يبتلى بمصيبة يعلم بأنها قدر من الله، وأن لله فيها حكما عظيمة، فيرضى بالقضاء ويصبر على البلاء، فتكون عاقبته الحسنى. أستنتج أن من حكمة الله فيما يصيب المؤمن من المصائب أنه يكفر الله سيئاته بتلك المصيبة، ويثيبه بصبره ثوابا بغير حساب، ويرفع الله درجاته في الجنة. كما عليك أن ترضى بقدر الله إذا وقع، ولا تقابل المصيبة بالضجر والسخط، فإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه بالمصائب تطهيرا له، ولا ينافي ذلك أن يسأل العبد العافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية. من ثمرات الرضا بقضاء الله وقدره حصول الأجر والثواب، وكفارة للذنوب، ورضا الله عن العبد. وما صور عدم الرضا بقضاء الله وقدره؟ تمني الموت لضر نزل به، والدعاء على النفس بالموت، وأشد من ذلك السعي إليه بالانتحار وقتل النفس. عند اشتداد الكرب وانغلاق الأمر يلجأ العبد إلى الله ليفرج ما به، ولا يتمنى الموت، فإن كان لا بد فاعلا فليفوض الأمر لربه ليختار له ما هو أصلح له، بأن يقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والآن قم بتلخيص ما تعلمته اليوم قبل أن نذهب للمنزل.
تعلمنا اليوم نص الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. التعريف براوي الحديث هو الصحابي الجليل أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري، كناه النبي بأبي حمزة. معاني كلمات الحديث: يوافي به، يأتي به يوم القيامة. إرشادات الحديث: المؤمن حين يبتلى بمصيبة يعلم بأنها قدر من الله، وأن لله فيها حكما عظيمة، فيرضى بالقضاء ويصبر على البلاء فتكون عاقبته الحسنى.